ليش الميل بريب او ليش انا بحب حضر البراد؟ له كذا شيء بيسهل عليكم. اول شيء بيسهل عليكم الوقت، يعني للسيدات اللي بتشتغل هيك بتعرف اطفالها شو عم ياكلوا بالبيت، عم تعملوا ديليفريز اكل، بيكون كل شيء موجود عندكم بالبراد. الميل بريب او تحضير الاكل على طول بحب اعمله نهار السبت، يعني اول ثاني يوم من الويكند، وبيكون قبل بيوم من ما كيونا تروح على المدرسه او لما تكون موجوده بالبيت، هيك كل شيء بيكون فريش من نهار الاحد لنهار الخميس. اكيد انا بالليل بس ارجع بحضر اكل، بس بالنهار بيكون في موجود شيء للبريكفاست للغدا وللسناكس. مثلا هون عندي ديسمبر بلانر، حطيت من بكره كامل الاسبوع كيونا شو عندها اكلات او سناكس، هيك هي والناني بيقدروا يطلعوا ويشوفوا شو لازم ياكلوا بالنهار اللي انا بكون فيه بالشغل. كمان حاطه important points، يعني شو الاشياء اللي حتعملها خلال الاسبوع وشو السناكس المسموح انه هي تاكل منهم بهذا الاسبوع. هذا الشيء ما بيخليني بس وفر وقت ووفر مصاري، لانه اوريدي جبت الغراض وعملت باتش فود، كمان بخليني اعرف الفيتامينز اللي هي عم تاكلهم او نحن بالبيت عم ناكلهم، هيك بعرف قديش في ايجز، قديش في فيجيتابلز، قديش في سناكس، لانه لما بتعملوا الاكل بوقتها من دون ما تكونوا مخططين ما رح تقعدوا تتفكروا من 3 ايام شو اكلنا، قدي اكلنا خضره عديتوا. بس لما بتعملوا فولو لبلان، مثلا بعطيكم فكره، حاطه انا مثلا بكره نهار الاحد في عندها بانكيك على الترويقه، عندها سويت بوتيتو مع تشيكن سالاد ان طحيني دريسنج، وبالليل عندها سوب. سو بعرف انا نهار الاثنين بعمل شيء ثاني، مثلا بوريج تشيكن اند جريل فيجيز. لكن هاي الخضرة شي مقطع وشي مغسل وجاهزين لحضر الميل بلانز للأسبوع. عندي هون الفريش أكس، عندي الصوص البستو اللي عاملته، عندي الطحينة، عندي الصوصات كلها اللي عاملتها، إن كان شوكولات، أبل، بينات بطر، وعندي الحليب تبعول الأسبوع، وعندي شوربة الخضرة، وأكيد رح أعمل شوربة خضرة من كل بقايا الموجودين. مثل ما شايفين أنا بقصقص التوم كلها جاهزة، بقصقص البصل، لأنه كل الأسبوع أنا بطبخ كتير ببصل وبتوم، بتعرفوا نحنا كتير بنحط بأكلنا، سو هيك بكون كل شيء جاهز عندي للطبخ. لحرجيكم couple of the meals I'm preparing for this week. سو عندي عم بحضر صوص الطماط، حطيت بندورة مشقفة، هلأ بعملها صوص. هون بمقلي التاني حطيت ربع معلقة سمنة، هعمل اللحم المفرومة مع بصل، وعم بغلي مي لأعمل gluten free pasta. بسلقها وهلا بارجيكم كيف بحضرها. هلا عم بعملهم اللحم المفرومه والطماطو صوص، هول كلهم مش للمعكرونه البولونيز، هول رح خليهم وشي للمعكرونه البولونيز وشي للبازيلا. هلا بالبندوره المقطعه اللي عم بطبخها على نار خفيفه، شويه ملح، شويه قرفه، والدرايد اوريجانو الحبق الناشف، اللحم المفرومة عم تنطبخ هون، والمعكرونة دق الباب خليني اشوف مين اجا، وعندي المعكرونة هون. هلا البندورة تقريبا حتخلص الصوص، بدها هي تقريبا 12 دقيقة على النار. اللحم المفرومة خالصة، الباستا almost finished، 5 دقايق بدها. بهيدا الوقت انا رح خد خضرتي اللي هي البطاطا الحلوة، القرنبيط، البروكلي، كلهم بالصواني وحطهم بالفرن. وهلا حطيت البطاطا الحلوه، حطيت القرنبيط، شويه زيت الرز اللي انا بستعمله للشوي، بعدين رح احط رشه ملح ورح احطهم بالفرن. بحط انا البطاطا الحلوه على 190 و175 القرنبيط والبروكلي. هلا المعكرونه الجلوتين فري اوريدي انسلقت، بشيلها وبحط بال الكونتينرز الازاز. انا بستعمل بس ازاز، ما بستعمل كونتينر بلاستيك، فيكم تستعملوا اكيد اذا عندكم، لانه هدول مش حتكبون. سو اذا بلاستيك بيستعمل اتس اوكي okay. بس انا ما بحب احط بلاستيك بالبراد، بحس ما بعرف، ما بحب الاكل اكله من علبه بلاستيك، بس هيدا انا بس. مش مشكله اذا انتم حابين تحطوا ببلاستيك او عندكم اوريدي علب بلاستيك، بس انا بستعمل كل شيء بالاكل علب ازاز. حتى بالثلاجة بأرجيكم هلأ بعد شوي شو حاطة بالثلاجة. وهلأ بحط شوية لحمة مفرومة اللي طبخناها من شوي، فوق المعكرونة، وما تحطون عطول بالبراد، عطول لازم يكون الأكل برد قبل ما ينحط بالبراد.
إذا أنتوا بتحبوا جبنة أكيد فيكن تحطوا بارميزان فوق البندورة، بس أنا لأنه ما بحط لجبنة، كيونا بتحط من بعد ما تسكب الأكل بتحبون فريش، سو ما بحط لها. سو هون عم بحط التوماتو صوص اللي هلأ من شوي عملني. وهلأ التوماتو صوص الباقي بحطه في صحن الأزاز وبيطل للأكلات الباقية، مثلاً لفاصوليا ورز، لبازيلا ورز، واللحمة بتنحط كمان لحالة. وهول بضاينونكم 4-5 أيام بالبراد لتعملوا شو ما بدكن أكل حابين. وهلأ حطيت اللحم المفروم الباقي كمان بعلبة إزاز، وشايفين بتركن كل شي ليبرد قبل ما سكرون أو حطن بالبراد حوالي نص ساعة لساعة. هلأ أنا عم بعمل هيدا لأنه نحنا ما كتار بالبيت، يعني إذا أنتوا عائلة ما شاء الله كبيرة 4-5 أشخاص وكلكن بتاكلوا لحمة فيكن تعملوا العلبة أكبر، بس نفس الطريقة كمان نفس الشي توماتو صوص. أنا عندي بهذا التوماتو صوص وبهاللحمة أكلتين بازيلا ورز مثلا وفاصوليا ورز، اوكي، او بطاطا مشوية وشوية لحمة وبندورة فوقها، شايفين؟ فانتو حسب الكمية، اذا انتو تلاميذ جامعات ولحالكن وعندكن مثلا 5-6 وجبات هالاسبوع حتاكلوا بالبيت كمان حسب العدد، اذا بتحبوا كتير المعكرونة يمكن تعملوا 3، بس انا بظن ما رح اعمل اكتر من 2 بين كيونا وبيا لهالاسبوع. هلأ انا وناطرة الخضرة بعدها بالفرن عم تنشوى، حطيت شوية سمنة وححط كنوة خلطة هوني، كنوة أبيض أسود وأحمر، وبقلي مع شوية ملح بالطنجرة 5 دقايق قبل ما أحط المي تسخن. كباية كنوة كباية ونص مي على نار خفيف. هلأ من بعد ما حطيت المي على نار خفيفة بغطيها، حطيت الملح، نص معلقة ملح صغيرة، بقص كرات على جنب وبحط الكرات على الاخر لما حركها بس بالشوكة، لانه الكنوة الصراحة بعرف بالاخص للناس اللي ما معودة على طعمتها ما لها طعم الصراحة، هي مفيدة كتير وبروتين وكل شيء مهم كتير، بستعملها اكتر من الرز بالبيت، بس اذا حابين نكهات بحط كتير فريش هيربس مثل بقدونس نعنع على الاخر او بصل اخضر او كرات، سو هيدا بطعم الكنوة بالاخص اذا عم تستعملوها كنوع من البيس تبع السلطة تبعكم. هلا بسكرهم وبخليهم على الفرن مثل ما قلت لكم تقريبا 20 دقيقة، بارجيكم بس يخلصوا كيف بصير شكلهم. وهلا الكنوة خلصت، بزيد مثل ما قلت لكم الكرات مقطعته، على فكره الكرات كتير هيلثي، سو بحطه انا مطبوخ مع الشوربه او مع الكينوا او مع الرز، شايفين؟ بس بخليه هيك. وعندي هلا الخضره انشوت، القرنبيط والبروكلي جاهزين لطبقهم بعد شوي للعلب. سو هلا رح اعبي وحده من اللانش اللي هو كينوا مع كرات مع الليكس أزا بيز، وهلأ بحط شوية خضرة فوقة، أرنبيط، شوية بروكلي، وبعمل طحينة صوص وبخليه كمان بالبراد جاهز بس لينحط على الوش. سو هلأ عم بحضر الكنوة مع الخضرة مع الدجاج، لأنه الدجاج اوريدي استوى وحاطته ليبرد شوي قبل ما أقصقصه. هون عم كتر لانه يمكن يكون لعشاء ونحن نكون بالبيت بكره، سو كلياتنا بناكل من هيدا الشيء مع شوربه على جنب. وهلا رح احط بطاطا اللي انشوت، البطاطا الحلوه فوق الكنوة، وخلي محل للدجاج لما اقطعه هلا احطه على جنبه. هلا صدر الدجاج برد شوي فحجرب اقصقصه هلا، بعمله شوي رفيع وبحطه فوق السلطه او فوق البطاطا الحلوه او الكنوة. وصدر الدجاج الثاني رح اخليه هلا احطه للغدا مع الخضره الزياده اللي عندي.
وهلا مثل ما شايفين دجاج بطاطا حلوه وكنوه. وقلت لكم عندي بالبراد محضره اوريدي صوص الطحينه، حاطه حامض معصور، عامله صوص البيستو. يعني بس ينشال هيدا من البراد بينحط معلقه طحينه او معلقه البيستو حسب اي صوص حابين ناكل. المعكرونات كلها جاهزه اللي ارجيتكم من شوي، وبردوا والصوصات يعني صاروا جاهزين يفوتوا على البراد. وهون حاطه الكنوه مع الحامض، بكره بس عصره حامض، شويه ملح وشويه طحينه صوص. هون البقايا من البطاطا الحلوه رح اغطيهم، شويه حامض اخضر جاهزين، شويه ليكس بقطعهم وبخليهم كمان بعلب. هيك كل شيء بيكون جاهز. هولي مثلا شو فينا نعمل فيهم؟ شويه معكرونه او شويه رز، وهولي فوقهم بطاطا او مع سلطه، هول مع شويه خس. اهم شيء يكون كل شيء مقطع وجاهز بالبراد. هولي مطبوخين اوريدي، يعني ما بدهم طبخ. اوكي، لكن السامري هلا شو صار في عنا؟ صار في عنا البولونيز جاهزين، عنا وجبتين، عنا وجبة كنوة مع خضرة، عنا صوص ولحمة مفرومة، معناتها عندي طبختين جاهزين بهول، طبخة بازيلا وطبخة رز باللحمة مع شوية طماطو صوص. عندي سالقة حمص اوريدي مسلوق ومنقوع بالماء، يعني بحط مع النتفة حامض بقلب المكنة وطحينة بيصير عندي حمص. عندي أكلة الدجاج مع الكنوة، هوني أكلة شوربة كل الخضرة مقطعة وجاهزة بس لتنطبخ. وكل شيء مقطع عندي مثل ما شايفين، البصل مقطع، ثوم مقطع، الفجل مغسول، الخضرة كلها مقطعة وجاهزة للأكل. للسلطات بس بشيل الخضرة اللي مخلطتها مع شوية جزر وشوية سبانخ وبتكون جاهزة مع شوية خيار. عاملة كمان بهاي العلبة جزر وبابر مقطع جاهز للحمص كسناك. هوني حمضيات والأفوكادو، الأفوكادو بخليها بالبراد جاهزة لتتقطع وتنحط فوق أي نوع من الوجبات. مثل ما قلت لكم الهيربس كلها مغطاية بمناشف، مناشف أول ما بجيب الخضرة كلها مع البصل الأخضر بيكون مغطى بمناشف ومجهز للأكل. ما بخلي شيء أبدا ببلاستيك أصلا، بتعرفوا إنه أنا باخد معي كياسة على السوبر ماركت. عندي الصوص جاهز، عندي الطحينة جاهزة، كريمة الشوفان اللي عطول بتشوفوني بطبخ فيها، والأجز عندي هون البيض كله المسلوق وهون البيض المنو مسلوق، هولي جاهزين للأكل على ترويقة. وعندي كل الحليب اللي أنا بستعملهم بهيدا البرد. إذا عم تتساءلوا وين الجبنة واللبنة والترويقة، بالبراد التاني عاملة براد بس كل شيء للترويقة، كل الأنواع اللبن اللي كيونا وريتشل بيحبوه. اللبنة عطولي بجيبها أسبوعيا وبحطها مع زيت زيتون. وهون عندي اللبن تبعو الكيونا، وهون كل شيء فواكه أو شيء بيتاكل مع الترويقة مثل التمر، فريز، أي شيء حابينه أنتو. فوق الأجبان اللي بياكلوهن مثل الحلوم، عندي عطول هون كوكونات كريم، السمنة الخضرة السمنة من نباتية قصدي، وحليب مش حليب سوري، لبن جوز الهند اللي بستعمله. وهوني في عندك يونا جبنة أشقوان كتير بتحبها وزيتون. وهوني عندي خضرة، وهيدي السكشن عندي بطاطا مقشرة، بطاطا حلوة جاهزة كمان للشوربات. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. كل نهار سبت بعمل انا هذا الشيء، وصعب عليه كتير بس اليوم قررت اني صور لكم. صعب كتير صور واطبخ وحضر لانه بياخد وقت بين الفرم والتحضير. كل سبت بعمل غير انواع، يعني هالاسبوع كان دور المعكرونه والبازيلا، الاكلات اكثر لبنيز مثل البازيلا والرز، رز ولحمه. الاسبوع الجاي مثلا بيكون اشياء كتير غير، يمكن يكون سمك، يمكن يكون اكثر خضره، يخنق الخضره. سو كل اسبوع بعمل شيء مشكل. فهولي هلا بتعرفوا لانه قلت لكم كيونا ما عندها مدرسه، سو بيكون كل شيء جاهز عندها من هلا لاربع خمس ايام.